والنصف الثاني مسح اليد اليمنى واليد اليسرى كلها. نقول له أنت الآن ضربة واحدة، بقي إيش؟ ضربة أخرى، اعمل هكذا بس لكي يكون إيش؟ لا يشترط الضربة مخصصة للوجه وضربة مخصصة لليد، لا يشترط، أهم شيء أن يكون ضربتين، أهم شيء أن يكون ضربتين، فهمتم؟ أيوة. الشرط الرابع أن يزيل النجاسة. تريد أن تتيمم، لابد وجهك ليس فيه نجاسة، قطرة دم، دم هنا، دم هنا، لا، لابد، لأن هذا تراب، زل النجاسة أولا، يوجد هنا شيء من البول، شيء من أي شيء، زل النجاسة. ليه؟ لأن لكي يصل الماء إلى، لكي يصل التراب وغبار التراب إلى كل العضو. لأن التيمم طهارة ضعيفة، الوضوء طهارة قوية، والتيمم طهارة ضعيفة. فإذا كانت عليه نجاسة ولم يتمكن من إزالتها، لأن ما هنا في نجاسة يريد أن يزيلها، لا تزال، أزال عينها، بقي الأثر، الأثر لا يزال إلا بماذا؟ بالماء. ما تمكن من إزالتها، ما هو الحكم؟ إذا لم يتمكن من إزالتها ما هو الحكم؟ هل يصح التيمم؟ يصح التيمم مع وجود النجاسة عنده؟ ابن حجر جزاه الله خير، الرملي مشدد، الرمل ما يصح تيممه، كيف يتيمم عليه نجاسة؟ ما يصح، ما هو الحكم التيمم؟ الرملي يقول الرمل لا يصح تيممه، كيف يصلي؟ لكن عليه القضاء. وعند الرملي لا يصح تيممه، طيب، وعند الرملي لا يصح تيممه، ويصح لحرمة الوقت ويجب عليه القضاء عندهما. هذا يجب عليه القضاء وهذا يجب عليه القضاء. ابن حجر قال يصح تيممه لأنه معذور. الرملي قال ما يصح تيممه لوجود النجاسة. كلاهما اتفق على وجوب القضاء. كلاهما اتفق على وجوب القضاء. كيف تقول؟ أيوه. طيب الشرط الخامس، الشرط الخامس أن يجتهد في القبلة قبل، هذا شرط غريب. انتبه. هذا ابن حجر قال التيمم طهارة ضعيفة. تريد أن تصلي؟ لابد قبل أن تتيمم تعرف أين جهة ليه؟ أين جهة القبلة؟ هنا عرفت جهة القبلة؟ نعم يا تيمم. عند ابن حجر لو إيه؟ لو تيممت ثم بعد ذلك تبحث عن القبلة، يا جماعة أين القبلة؟ اسألوا عن القبلة، سيجتهد. هذا كله لأن التيمم طهارة ضعيفة. أولا اعرف القبلة ثم تيمم. هذا التيمم هذا إيش؟ أن يجتهد في القبلة في قبله، تمام؟ هذا الشرط لم نجده في كتب الرملي، فلذلك الرملي لم يشترط ولا شيء. تمام؟ الشرط السادس أن يكون بعد دخول الوقت. لماذا؟ لأن التيمم أنت تتيمم لأن الطهارة للضرورة. ما هي الضرورة؟ عدم وجود الماء، وتريد أن تؤدي الصلاة لأجل لا يخرج الوقت وأنت لم تصلي. لأن التيمم طهارة، طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. إذا الوقت ما دخل هل يجب على الإنسان أن يصلي؟ لا. واضح؟ طيب مسألة، هناك صورة واحدة يصح فيها التيمم قبل دخول الوقت. التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت، لأن الصلاة لا تجب عليك إلا بدخول الوقت. لكن في صورة واحدة يتيمم الإنسان قبل دخول الوقت ويصح التيمم. ما هي صورته؟ إذا تيمم لقضاء فائدة مكتوبة في وقت الضحى. أنا وقت الضحى، الآن وقت الضحى، تذكرت أنني لم أصلي الفجر أو لم أصلي العشاء أمس أو لم أصلي إحدى الصلوات السابقة، قلت سأقضيها، أريد أن أتوضأ، لا يوجد ماء، ما هو الحكم؟ أتيام تيممت، تيممت أريد أن أصلي صلاة فرض. ما هي صلاة فرض؟ فائتة، صلاة فرض فائتة. ثم بعد ذلك لم أصلي، لم أصلي الفائتة ودخل وقت صلاة الظهر، يجوز أن أصلي بهذا التيمم الذي كان قبل صلاة الظهر، يجوز أن أصلي صلاة الظهر.
مرة أخرى. خلاص كتبتوه؟ شوفها. مرة أخرى. أذان عليه عليه الظهر في وقت الضحى. في وقت ليه الضحى سيصلي فائتة. ما معنى فائتة؟ يعني صلاة قضاء فائتة. سيصلي فائتة قضاء. إذا أردت أن تصلي فائتة قضاء في وقت الضحى، في وقت ماذا؟ الضحى. طيب يا أخي صلي فائتة، جزاك الله خير، صلي. طيب الوضوء غير موجود، الماء غير موجود، إذا ما هو الحكم؟ يتيمم. تيمم لصلاة فرض، لصلاة فرض. هذه الفائتة لم يصليها، لم يصليها. دخل وقت أذان الظهر. دخل وقت صلاة الظهر. سيصلي الظهر صلاة الظهر، بماذا سيصلي؟ بأي تيمم؟ تيمم جديد؟ لا، بهذا التيمم. هل يصح؟ نعم يصح. فهمتم؟ هذا استثناء. إذا تيمم لقضاء فائتة مكتوبة. فائتة مكتوبة ليس فائتة سنة. ما هي فائتة السنة؟ مثل ماذا؟ من يعرف؟ فائتة سنة؟ صلاة الوتر مثلا لم يصليها في الليل. بعدية العشاء لم يصليها في الليل، لا سيقضيها. لا، هذه فائتة سنة. أنا أتكلم على فائتة إيش؟ مكتوبة، فائتة فرض. يعني ما هي فائدة مثلا صلاة الفجر، صلاة العشاء، صلاة قديمة تركها؟ سيتيمم لقضاء. متى سيقضيها؟ في وقت ليه الضحى. وتيمم في وقت الضحى قبل دخول صلاة الظهر. ولم يصلي الفائتة. هذه الفائتة لم يصليها حتى دخل وقت صلاة الظهر. يجوز له أن يصلي الظهر بالتيمم الذي كان قبل دخول الوقت. إذا أنت تقول أن الشرط السادس أن يكون التيمم بعد دخول الوقت، نعم، إلا في هذه المسألة يجوز أن يصلي الظهر بالتيمم الذي كان قبل دخول الوقت. فهمتم؟ طيب، الشرط السابع من شروط التيمم، وهو الذي سأل واحد لنا سؤال، أن يكون التيمم لكل فرض. أن يكون التيمم لكل التيمم طهارة ضعيفة، لا يحتمل التيمم إلا فرضا واحد، فلا يجوز أن يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد. خلاف الوضوء يجوز أن يجمع فرضين، يجوز أن يجمع ثلاثة، يجوز أن يجمع أربعة، يجوز أن يجمع خمسة فروض بوضوء واحد. يجوز أن يجمع بين الفرض العيني والفرض الكفائي. انتبه. خلاص يجوز أن يجمع بين الفرض العيني والفرض الكفائي. سأصلي الظهر تيمم. صلي الظهر، الله صليت الظهر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعدها سأصلي صلاة الجنازة. صليت صلاة الظهر فرض عين، وصلاة الجنازة فرض ايه؟ كفاية. بتيمم من واحد يجوز؟ نعم يجوز له أن يجمع بين الفرض العيني والفرض الكفاية. اكتب عندك كصلاة الجنازة. وبين النوافل والفروض الكفائية. ما هي الفروض الكفائية؟ كصلاة الجنازة والنوافل. يجوز أن يجمع بين ألف نافلة بتيمم واحد. فهمت؟ النوافل والفروض الكفائية يجوز أن تكون بتيممين. وخطبة الجمعة كالفرض العيني عند الرمل خلافا لابن حجر كما سيأتي، بعد قليل. فهمتم؟ خطبة الجمعة مثل فرض العين، ليس مثل فرض الكفاية، وليس مثل النافلة. عند من؟ عند الرملي، عند الرملي خلافا لابن حجر. اللي بعد، انتهينا من شروط الوضوء والتيمم. كم شروط التيمم؟ سبعة. سهلة. نأخذ الآن كيفية التيمم. فروض التيمم وسننه. فروض التيمم خمسة. فروض الوضوء كم؟
ستة، فروض تيمم خمسة. الأول نقل التراب، ما معنى نقل التراب؟ تحويل التراب، لأن التيمم إيصال التراب، التيمم إيصال التراب من أي مكان إلى الوجه واليدين. طيب هو التيمم الفرض الأول نقل التراب، لابد أن تقول التراب، تحويل التراب من أي مكان إلى الوجه وهنا في فائدة، فعندنا قصد من شروط التيمم، وعندنا نقل من فروض التيمم. قصد التراب من شروط التيمم، عندنا نقل التراب من فروض. ما الفرق بين القصد وما الفرق بين النقل؟ القصد والنقل متغايران. ما معنى متغاير؟ يختلف هذا عن هذا، هذا معنى قولي متغايران، يعني يتصور وجود أحدهما دون. قد يكون قصد ونقل في نفس الوقت، وقد يكون نقل دون قصد، وقد يكون قصد دون نقل. ما صورته؟ انتبه، انتبه لنا سائف المنهاج، انتبه. صورة القصد دون النقل، قد يكون قصد دون أن ينقل. قصدت التراب دون أن أنقل، إذا وقف في مهب الريح نوعيد التيمم، قصدت هذا التراب الذي جاء وجاء في وجهي وجاء في يدي. أنت الآن قصدت التراب ولم أقول من مكان إلى مكان، لا هو جاءك. أنت الآن قصدت التراب ولم تنقل، قصدت. أنت الآن توفر شرط ولم يتوفر فرض، ما حكم تيممك؟ لا يصح. إذا وقف في مهب الريح وقصد التراب للتيمم فلا يصح التيمم، لأنه فرض من فروض التيمم النقل، وهنا لم لعدم وجود النقل. فهمتم؟ مرة أخرى لكي الطلاب العلم يختلط عليه شخص التراب. نويت التيمم، قصد التراب، هل يصح تيمم؟ لأنك أنت قصدت ولم تنقل، من فروض التيمم نقل. فهمتم؟ ثاني مرة يعني مسألة أخرى، ما هي صورة النقل دون القصد؟ يحصل نقل ولكن لا يقصد، إذا يممه غيره بغير إذنه، يممه بغير إذنه، لا يريد أن يتيمم، ولكن نحن بالقوة، بالقوة أتينا بتراب وجهه، وأتينا بتراب وين؟ فهو لا يريد، لا يريد. نقول هو الآن حصل النقل ولكن لم يحصل إليه ولم يقصد، ما يصح التيمم. هذا التيمم لا يصح، وهذا التيمم لا يصح، لا بد من وجود القصد والنقل. انظر، إذا يممه غيره بغير إذنه، أو لطخ وجهه وإليه بالتراب دون قصد، كما قلنا دون قصد التيمم، كان يشتغل في المزرعة وبعد أن انتهى وجد أن وجهه كله تراب وإليه كلها تراب، هل نقول خلاص يصح؟ قلنا أنت في نقل، نقلت التراب هذا إلى وجهك ويديك، لكن لم تقصد التيمم، ما يصح، فلا يصح التيمم كذلك لعدم القصد. هذه المسألة ذكرها صاحب الزبل في بيت واحد، وفرضه يعني من فروض التيمم نقل التراب. بعد ذكر المسألة، لو نقل، لا هذه مسألة أخرى، أنت مسألة، ما معنى قول صاحب الزبل؟ لا ليس هذه مسألة، ما معنى قول صاحب الزبد؟ هذه مسألة مهمة، هذه مسألة لا يعرفها إلا طلبة العلم، سهلة. ما معنى قوله لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل؟ قد يكون النقل من اليد إلى الوجه، وقد يكون من الوجه إلى اليد، ما صورته؟ صورة النقل أن للنقل صورتين جائزتين، صورة النقل من اليد إلى الوجه، ما صورته؟ أن يكون على يديه تراب قبل التيمم فيمسح بها وجهه مع نية التيمم. أنا كنت مشغول في مزرعة أرتب وأنظف وأشجار وأنظف، بعدين جاء وقت الصلاة، أنا تيقنت أن الماء غير موجود، نظرت إلى يدي وجدت أن يدي فيها تراب، هذا التراب من قبل أن أنوي التيمم، خلاص أنقل التراب الذي في وجهك وامسح، أنقل التراب الذي في يديك وامسح وجهك. أليس في التيمم أول مسح الوجه؟
ثم بعد ذلك مسح اليدين خسرهم. أنا الآن سأنقل النقل فرض من فروض التيمم، نقل التراب، سأنقل التراب من وجهي إلى يديه. يصح. انظر أن يكون على يديه تراب قبل التيمم، فينقل التراب من اليد التراب الموجود في اليد إلى الوجه، فيمسح بها وجهه مع نية التيمم. نوعية استباحة الصلاة. أنظر كيف يكون النقل من اليد إلى الوجه، هذا يكون في تراب قبل. طيب كيف يكون النقل من الوجه إلى اليد؟ ينقل التراب من الوجه إلى اليد ويمسح فيها يده. ركز معي، انتبه، شوف شوف هكذا، انظر. أنا سأتيمم، أنا سأتيمم، ماذا سأعمل؟ سأعمل هذا، انظروا، ضربة للوجه، غسلت وجهي، مسحت وجهي، مسحت وجهي، ثم بعد ذلك هكذا، انظروا، أزحت التراب الذي في الوجه، بعد ذلك جاء هواء، جاء غبار إلى وجهي، هل هذا الغبار الذي جاء إلى الوجه مستعمل؟ لا، جاء من الخارج وجاء في الوجه. الآن أنا أريد أن أمسح ماذا؟ هل مسحت التراب؟ أو مسحت وجهي؟ نعم، قبل قليل مسحت وجهي، عملت هكذا ومسحت، ثم بعد ذلك عندما أزلت التراب جاء غبار في الوجه، جاء غبار. أنا الآن أريد أن أمسح يدي، مطلوب منك أن تنقل، لا بد من النقل، تنقل التراب من أي مكان إلى، إذا عملت هكذا انظر ومسحت يدي صح، إذا عملت هكذا ضربت في الجدار والجدار في غبار صح. طب إذا ضربت وجهي، نقلت التراب من الوجه، التراب هذا الذي جاء جديدا من الوجه إلى اليدين، هل صح؟ نعم يصح، لو عملت هكذا، التراب هذا الذي جاء جديد كما قلت لكم ومسحت اليدين، هل يصح؟ نعم يصح. إذن في هذه الحالة أنت نقلت التراب من الوجه إلى يصح؟ نعم يصح، هذا التراب ليس مستعمل جديد، فهمتم؟ إذن هذه المسألة، انظر صورة النقل من الوجه إلى اليد، يأتي على وجهه تراب جديد بعد أن مسحه، بعد أن مسح وجهه، فينقله، ينقل هذا التراب من الوجه إلى اليد. نشرح مرة أخرى أم واضح؟ واضح. ها؟ واضح. طيب الفرض الثاني من فروض الوضوء، من فروض التيمم، النية. النية هي الفرض الأول في الغسل، هي الفرض الأول في الوضوء، هي الفرض الأول في الصلاة. النية في التيمم أولا ماذا؟ النقل. انظر صفحة كاملة كله في النقل، تحقيق لكي تحقق هذا كيفية نقل التراب. الثاني النية، إنما الأعمال ماذا أنوي؟ هل أنوي التيمم؟ لا، أنت تتيمم ولا تنوي التيمم، ولا تنوي الاستباحة، كل شيء أنت تباشره تنويه إلا التيمم، فهمت؟ أنك لا تنوي التيمم، تنوي ماذا؟ الاستباحة. استباحة، ما معنى استباحة؟ طلب أن الصلاة تكون مباحة لي، ما معنى استباحة؟ طلب إباحة الصلاة، أنت تريد الصلاة تكون مباحة لك، الصلاة محرمة عليك لأنك أنت متوضئ، الصلاة محرمة عليك لأنك أنت جنوب، أريد أن تكون الصلاة مباحة، اغتسل وتوضأ، لا يوجد ماء ولا لا يوجد ماء للوضوء ولا يوجد ماء للغسل، إذا تيمم، التيمم يبيح الصلاة، إذا نية استباحة الصلاة، النية فرض من فروض التيمم، ينوي استباحة ماذا؟ الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث، لماذا لم نقل يا أخي؟ ينوي رفع الحدث، التيمم لا يرفع الحدث، فلذلك يستباح به الصلاة. التيمم نوع من أنواع الطهارة، الطهارة رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما، ها التيمم يؤدي معنى رفع الحدث، رفع الحدث يبيح الصلاة، التيمم كذلك يبيح الصلاة، الوضوء يرفع الحدث فيبيح الصلاة، التيمم
يجعل الصلاة مباحة بدون رفع حدث. تمام؟ طيب هنا عندنا من شروط الوضوء، من شروط التيمم قصد التراب القصد. ومن فروض التيمم النية هذه. النية ما معناها؟ القصد. أوه. ما الفرق بين هذا القصد وهذا القصد؟ نقول هذه النية معناها قصد، وهذا شرط. هنا شرط قصد التراب. أما النية نية التيمم كله استباحة الصلاة. النية قصد تقصد التيمم وكله. أيوة. إذن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح ما كان محرماً على ما هو المحرم عليك أن تصلي بدون طهارة. الآن أنت عندما تيمم صليت بطهارة ولكنك محدث، لكنك محدث. وقت النية أول العمل. ما هو أول العمل؟ نقل التراب. قبل أن أضرب وجهي أضرب الأرض، إذا النية من هنا. وقتها لا بد من قرن النية بالنقل مع استدامتك إلى مسح شيء من الوجه. انتبه، أضرب ضربة إذا لامس يدي التراب نويت استباحة الصلاة. أستحضر النية إلى مسح شيء من الوجه. تمام؟ أول إذا لمست والآن خلاص يكفي. لو عزمت عن النية أو فكرت في شيء آخر لا بأس، لا إشكال. إذا لا بد من قرن النية بالنقل مع استدامتها إلى مسح شيء من الوجه. درجات النية في التيمم. ما هي درجات النية في التيمم؟ انتبه، سأشرحها لك هنا رسما أحسن. الأعمال التي نحن نعملها فروض نوافل، فروض عينية. قل أحسن فرض عين، فرض كفاية، سنة. بعدين الذي يفتقر إلى التيمم، ما يفتقر إلى التيمم. إذا أنت نويت النية الكبرى استباحة فرض الصلاة، إذا نويت استباحة فرض الصلاة جاز لك هذا كله. نية استباحة فرض الصلاة. إذا نويت استباحة فرض الصلاة، نويت استباحة فرض الصلاة، جاز لك أن تصلي فرض عين واحد، جاز لك أن تصلي فرض الكفاية، جاز لك أن النوافل، جاز لك ماذا؟ النوافل. ما هي النوافل؟ القبلية والبعدية، الوتر، أي شيء. ما يفتقر إلى التيمم؟ ما هو الذي يفتقر إلى التيمم؟ مس المصحف مثلاً. إذا أنت نويت استباحة إيه؟ أما إذا لا نويت استباحة الصلاة ولم تقل فرض، لم تقل فرض، فيجوز لك أن تعمل هذا. نية استباحة عليه الصلاة. ما الفرق بين هذه وهذه؟ هنا نقول نويت استباحة فرض الصلاة، عندما قلت فرض جاز لك فروض العينية وكل هذا. أما إذا قلت نويت استباحة الصلاة يجوز لك أن تعمل النوافل وفرض كفاية وما يفتقر إلى التيمم مثل مس المصحف. أما إذا قلت نويت استباحة ما يفتقر إلى مس المصحف وهي النية الأخيرة، نية استباحة ما يفتقر. ما معنى يفتقر؟ يحتاج إلى التيمم. خلاص تستريح بهذا. ولا يجوز لك إلا لو نويت، انتبه، لو نويت استباحة ما يفتقر التيمم لا يجوز لك أن تصلي نافلة. أنا أريد أن أمس المصحف، لا أريد أن أصلي، ما في ماء، أريد أن أتوضأ ما في ماء، ماذا أعمل؟ تيمم. نويت استباحة مس المصحف، نويت استباحة مس، مسكت المصحف خلاص ما يجوز أن أصلي نافلة. إذا أنا نويت استباحة مس، نويت أصغر النيات، فهمت؟ لا يجوز أن أتنفل ولا أصلي فرض كفاية ولا أصلي فرض عين، لا
لكن لو نويت النية التي أكبر، نويت استباحة الصلاة، لو قلت نويت استباحة الصلاة، يجوز أن أمس المصحف وأحمل المصحف، ويجوز أن أصلي أي نافلة. ولو نويت النية الكبيرة وهي نية استباحة فرض، جاز لي هذا كله، وجاز لي أن أصلي فرض عين واحد. فهمت؟ هذه اكتب هذه جميل جدا، هذا كله موجود، هذا كله هنا. نية استباحة فرض الصلاة أو فرض الطواف، إما تقول فرض الصلاة أو فرض الطواف، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، والطواف لا يصح إلا بطهارة. فقالوا لو قال نويت استباحة فرض الصلاة أو نويت استباحة فرض الطواف يصح، لكن لو قال فرض يكون يجوز أن يصلي الصلاة، صلاة الفرض، فيستبيح به فرضا واحدا وجميع النوافل، ومثل النوافل الفروض الفرعية وجميع ما يفتقر إلى التيمم. ما هو الذي يفتقر؟ ما معنى يفتقر؟ يحتاج. ما معنى يفتقر؟ يحتاج. الفقير هو المحتاج، يفتقر إلى التيمم. بس المصحف سجدة شكر وسجدة تلاوة، هذه كلها تحتاج إلى التيمم. لو أنا نويت استباحة الصلاة ولم أقل فرض، هذا نويت استباحة الصلاة ولم أقل فرض، نية استباحة الصلاة، أو لم يقل الصلاة، نويت استباحة نفل الصلاة، أو نويت استباحة الطواف ولم يقل فرض الطواف، فرق بين هذا وهذا. أو نويت نية استباحة صلاة الجنازة، ما معنى صلاة الجنازة؟ فرض إيه؟ يجوز له أن يصلي جميع الصلوات، كل الصلوات إلا الفرض إيه؟ العين. أرفع. ونية استباحة بس المصحف هذا الأخير، أو نية استباحة ما يفتقر إلى التيمم، سجد التلاوة، سجد الشكر، فيستبيح بها ما يفتقر إلى التيمم ما عدا الفرض الصلاة ونفلها، لا يستبيح لا فرض الصلاة ولا نفل ولا الفروض الكفائية. طيب نرجع إلى هنا، انتبه. نية استباحة خطبة الجمعة، خطبة الجمعة فرض كفاية ولا فرض عين ولا نافلة؟ فرض عين؟ يعني إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقي. نية استباحة خطبة الجمعة، نويت استباحة خطبة الجمعة، أنا صاحب ولا يوجد ما، نويت استباحة خطبة الجمعة، هل هذه خطبة الجمعة حكم الفرض العين أو حكم الفرض الكفائي؟ عند الرمل يستبيح بها فرضا عينيا واحدا. يا الله، لماذا؟ قالوا ركز معي، صلاة الظهر كم ركعة؟ قال في صلاة الجمعة أنت تصلي ركعتين، والركعتين الأخريين إنما هي ما تقوم يقوم مقامها خطبة ليه؟ الجمعة. صلاة الظهر أربع ركعات وصلاة الجمعة ركعتين، طبعاً الركعتين الأخريين قال هي خطبة الجمعة، سماع قالوا خطبة كأنك صليت ركعتين، فلذلك عنده أن خطبة الجمعة بمنزلة إيه؟ ركعتين، سواء كان الفرض الخطبة أم غيره. يعني كيف؟ انظر، نويت استباحة خطبة الجمعة وفي النهاية قال اسمع لا 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 تخطب، جاء ضيف هو سيخطب، أنا عندما تيممت نويت استباحة خطبة الإيه؟ الجمعة. قالوا لي لا لا تخطب، في شخص واحد سيخطب، هل يجوز بهذا أن أصلي الفرض؟ انظر، عند ابن حجر يجوز، يستبيح بها فرضا عينيا واحدا، هذا الفرض سواء كان هو خطبة الجمعة أو غيره. وأما عند ابن حجر فقال لا يستبيح بها، لا يستبيح بها فرضا عينيا عند خطبة الجمعة، كأنها نافلة، كأنها فرض كفاية، كأنها صلاة إيش؟ وصلاة الجنازة يستبيح بها جميع الصلوات إلا الفرض. فعند ابن حجر يقول له وأما ابن حجر فلا يستبيح بالتيمم لها فرضا عينيا. فهمتم؟ الرملي قال حكم الفرض العين، ابن حجر قال لا، خطبة لو شخص تيمم لخطبة الجمعة يستبيح بها فرض الكفاية والنوافل، هذا الرملي ابن حجر صح. لكن في مسألة دقيقة، هذه مسألة دقيقة، انظروا الآن سنشرحها.
واتفقوا لأنه لا يجمع معها فرضا آخر. يعني ما يصح، يعني كلهم اتفقوا أنه ما يكون فرضين عينيين فرض واحد. لكن قالوا ولو خطبة أخرى، لنفرض انظروا أنا تيممت وبعدين قمت في المنبر الحمد لله وخطبت الجمعة، خطبت الجمعة بالتيمم، خطبت الجمعة بعد انتهيت من خطبة الجمعة نزلت أريد أن أصلي، قال يا شيخ تعال يوجد مسجد لا يوجد له خطيب، يوجد مسجد آخر لا يوجد له إيه، تعال يا أخي اخطب مرة أخرى، اخطب مرة، أنا الآن خطبت بتيمم، هل ممكن أن أخطب خطبة ثانية بتيمم من واحد؟ خطبتين بتيمم واحد، هنا المسألة، انظر هذه المسألة الكلام كله عليها هنا، اتفقوا أنه لا يجمع معها فرضا آخر ولو، كيف الخطبة قد واحد لا يفهم هنا، فلا يخطب ثانيا بعد أن خطب أولى بتيممين، لا يخطب خطبتين بتيمم واحد، نادر المسألة، نادر الواحد يخطب خطبتين في يوم واحد، ها هل يتصور؟ نعم يتصور لكن نادر، قد يكون فعلا بلاد ما فيها خطباء جمعة، هذا مسجد له خطيب وهذا مسجد له خطيب، هذا مريض فهذا الخطيب سيخطب هنا وسيخطب فيتصور يخطب خطبتين، لكن مع عدم وجود الماء هذا الماء موجود الوضوء يكفي، فهمتم؟ أيوة هذه بعض المسائل يمتحن فيها طالب العلم يعني يعرف هل هو محقق لهذه المسألة أم لا، هل هو مدقق، هل هو فاهم؟ أيوة انتهينا من إيه؟ من النية. الثالث مسح الوجه، مسح الوجه لابد أن تمسح وجهك كله من ما لابد شعر الرأس إلى منتهى اللحية ومن الأذن إلى الأذن وضربه، والمقصود به مسح ليس المقصود به هكذا لا مسح، ولو عمل هكذا فهمتم يكفي، لكن الأفضل ضربة واحدة، فهمتم؟ شخص يديه صغيرة ووجهه كبير خلص التراب، ما نقول يا أخي لا تحزن اضرب مرة أخرى على التراب، اضرب مرة أخرى اضرب، المقصود أن التراب أنك تحوله من أي مكان إلى الوجه مثل يوم الغسل اليد، لو بغرفة واحدة أنت غسلت يدك يكفي، لو ما كفى زد ماء إلى أن تغسل يديك، كذلك التراب، هذا التراب اضرب إلى أن يصل التراب إلى كل ليه؟ كل الوجه، فهمت؟ التراب يصل إلى كل وجه، انظر مسح الوجه كله، لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر، لا يجب إيصال التراب فقط إلى كل الظهر فقط، مسح، هذا مسح ليس غسل، ومسح ليس بالماء، مسح بالتراب يعني أخف وأخف وأخف، أيوه، مسح اليدين، انتبه، مسح اليدين، مسح اليدين، الكيفية المسنونة في مسح اليدين، انتبه، أشرحها لك ثم نقرأها بسرعة هكذا، ضربة للوجه، ضربة الوجه مرة أخرى ضربة، تمسح من فوق مرة واحدة، هل يسمى تثليث التيمم؟ لا، لو أنا مسحت هكذا خلص في هذا مكان لم يصله ماء اضرب، هذا مكان لم يصله ماء اضرب، هذا الوجه، اليدين هكذا ضربة، انظر هذا الآن كله تراب وهذا كله إيه؟ انظر لو بدأت من هنا أوه هذا مكان لم يصله لم تمسح، إذا ارجع من فوق ستمسح اليد الايه؟ اليمنى، ابدا من فوق من اعلاها، اذا بدات من هنا نقول هذا جزء لم تمسحه يا اخي، ابدا من فوق امسح، ستصل الى حرف الذراع ضم، هذا مسح فقط، المسح يعني هذا تراب وغبار، طيب هذا خلاص استهلك، هذا التراب استهلك هنا، هي هذا التراب، تعمل هكذا تلصق هذا بهذا، أنت عندما قلت هكذا تمام، عندما ضربت فأنظر ضربت هذا المكان لم يصله تراب، انظر هل يذهب هذا المكان لم يصله إيه؟ تراب،
فلذلك في النهاية تعمل هكذا تعمل هكذا. واضح؟ إذا مرة أخرى هكذا. وكذلك اليد اليسرى ها ضم ضم. ثم بعدين إذا وصلت إلى حال يسمونه حرف الذراع، حرف معناه طرف. ها بعدين فإذا قال يا أخي أنا لا أعرف، كيف ستعمل؟ ستعمل هكذا يكفي، اضرب اعمل هكذا، اضرب 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 خلاص. اي كيفية، اهم شيء التراب يصل الى اليدين. لكن احنا قلنا لك ما هي الطريقة المسنونة. الطريقة المسنونة هذه أن يضع الأصابع اليسرى والإبهام على ظهر اليمنى سوى الإبهام، تمام، بحيث لا تخرج أنامل اليمنى، هذه الأنامل لا تخرج، لا خليها داخل، لا تخرج أنامل عن مسبحة اليسرى، هذه مسبحة اليسرى، ويمرها على اليمين على اليمنى على اليد اليمنى. فإذا بلغ الكوع، هذا الكوع هذا الكوع ضم يضم، ثم يستمر ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع المرفق، ويمرها على المرفق، ثم يدير باطن، يدير الباطن، هذا باطن الكف وهذا باطن الذراع، ثم يدير باطن كفه على باطن الذراع، ويمرها رافعا إبهامه. لما يعمل هكذا لا يعمل هكذا يلصق، لا هذا يكون رافع. فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليمنى على إبهام اليسرى، ويفعل كان ذلك باليسرى هكذا. نفسه في الوضوء في الغسل، عندما تعمل الوضوء العادي هكذا أسهل، تمام، لكن عندما تعمل عبادة شوف الطريقة المناسبة السهلة، يسهل على قلبك، تستغل الوقت، تأخذ الأجر الكبير، تتبع السنة كله، تمام. آخر فرض من فروض التيمم الترتيب بين المسحتين، لابد أن تمسح أولا الوجه ثم تمسح. هل يشترط الترتيب بين الضربتين أم الترتيب بين المسحتين؟ ولا يشترط الترتيب بين الضربتين. كيف صورته؟ انتبه، الترتيب بين المسحتين هذا ما يجب، أي لا بد من أن يمسح الوجه أولا ثم الترتيب بين المسحتين لا يجب. انظرها كيف، انظرها، الضربة الأولى بسم الله، هذا كله وين؟ تراب. هذه ضربة لن أمسح بها. الضربة الثانية مسحت بها الوجه، هذه الآن سأمسح بها ليه؟ اليد. هل أنا مسحت الوجه أولا ثم اليدين؟ نعم. هل رتبت بين المسحتين؟ لا. إذا لا يشترط، هل رتبت بين الضربتين؟ لا. إذا لا يشترط الترتيب بين الضربتين، يشترط الترتيب بين المس. كيف الفقه؟ تمام، مسائل. لذلك أكثر من السلف يحبون الفقه ويعشقون الفقه، أولا لقول الرسول من يريد الله به خيرا يفقهه، البخاري ومسلم، صحيح البخاري ومسلم. أبو نعيم قال ويلهمه رشده، رواية أبو نعيم ويلهمه رشده، لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، فهم الدين. ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عالم، ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، حديث الرسول الله ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. نكمل على صوت فاتح بالقبول تمام كل سوء صاح الشيخ ضربة، يجعل هذا العلم حجة ونور لنا، لا يجعل حجة علينا، وقدمنا به إلى أيها محمد وصلى الله عليه حاجاتنا كلها دينية ودنيوية وصفية وصفية، سهل لنا العودة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، سالما غانمين فرحين مستبشرين مطمئنين، سهل لنا ويبارك في تجارتنا في أعمالنا كلها، يرزقنا رزقا واسعا لا يحرمنا عليه في خير وروح وسر أسرار الفاتحة. Thank you.
غدا. انا يعني بعض الاخوان يعني طلبوا مثلا صوره، انا اتصور معكم واحد يصور تعالوا.